بوطاس كيفطر الله يمشينا ها انتم عباد الله ما كاين لا وقايه مدنيه لا حتى شي حاجه فين هو الدور ديال هاد المسؤولين وهاد الشيء انتم الناس مساكن كيطيحوا العافيه لراسهم ها انتم عباد الله ها شوفوا الناس كيطيحوا الماء في السطول ها الناس الساكن كيطيحوا العافيه في السطل العافيه دايره كي جهنم ها جهنم عباد الله هادي جهنم والسيد كيطفي جهنم بالسطل ها هو غيطفي جهنم بالسطل شوف مسكين شوف شوف شوفوا شوفوا هاد المشهد هذا هو شوف مسكين راه خصك واحد الصبو ما غيطفاش هاد الشيء ها انتوما ما كاين لا مسؤولين لا اطفاء لا حتى شي حاجه لا وقايه مدنيه لا حتى شي حاجه هانتوما عباد الله انا مقربكم من المشهد ها هانتوما عباد الله العافية ما كاين لا وقاية ما كاين لا مسكين في السطول شوف عليك هذا كيطفي الماء في السطول كاين الوقاية مع السطول تيخوي في السطول شوف مسكين شوف 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 كيسقي كيسقي شوف عباد الله ما كاين لا وقاية مدنية لا مسؤولين لا حتى شي حاجة الناس كيطفيو العافية في السطول كيطفيو العافية الناس في السطول شوف عباد الله عباد الله مشى لها مسكينة رزقها وتحرق لها رزقها اندلعت نيران كثيرة في سوق الشعبي بمدينة فاس مساء يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري مما خلق الرعب وهلعا كبيرا بين الساكنة وكشفت المصادر المحلية أن الحريق المهول الذي اندلع بإحدى الأسواق الشعبية والمعروف بسوق بن دباب والمتواجد بجنان الحريشي تجاوزت قدرات العناصر الإسعاف الوقائية بالمدينة وأن لولا الشباب والمواطنين الذين تطوعوا لإخماد الحريق لكانت الكارثة ضخمة مضيفة أن عددا من المسؤولين المتواجدين في عين المكان من أجل تسريع وتيرة الإطفاء والتقليل من الخسائر المادية المصادر ذاتها أكدت أن الحريق التهم 43 براكة للخضروات وأربعة محلات تجارية وحرائق طفيفة بشقتين إضافة إلى إصابة شخصين بالاختناق وأن انتشار الحريق بسرعة سبب وجود مواد قابلة للاحتراق في السوق مؤكدا على أن النيران اشتعلت في البداية في البراكات للكتب والخضروات وامتدت إلى بعض المحلات التجارية والمنازل المجاورة مما زاد من كثافة الدخان الذي انتشر في سماء المنطقة وأن سبب الاندلاع هذا الحريق لا زال إلى حدود الساعة مجهولا وأن شاحنة الوقاية المدنية عجزت عن السيطرة على النيران القوية وهو ما استدعى تدخل الشاحنات الأخرى لإخماد الحريق فيما استنفر الحادث مختلف السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي تمكنت بعد مجهودات كبيرة من إخماد الحريق لكن السؤال لكي يطرح نفسه هل تم إخراج الزكاة من طرف هؤلاء التجار؟ صحيح أن الدولة لم تقم بواجبها تجاه الشعب وصحيح أن الشعب متضرر لكن المسلم يقوم بواجبه تجاه أخيه المسلم وهذه رسالة لكل تاجر أعطي مما أعطاك الله فهذا حق الله عقاب وسخط الله ليس له حدود كنتمنى أن الدولة تعاونهم ففي الأخير إنهم المتضررون وختاما بارتجيوا بغينا هذا الميساج يوصل أكبر عدد ويعرفوا أن الله حق هذا المقال بقلم خنساء القرشي ومن تقديم حماد القرشي سلام.